حسابية أساسها أر مجهول ومعروفش أر معروفش ياك. وحدها الأول إي زيرو يساوي أربعة، إي زيرو عندي أربعة، و إي عشرين 144، دونك بين أن أر يساوي سبعة. دونك خصني شي علاقة اللي فيها أر ونقدر نحسب منها، عفوا نقدر نحسب منها أر، شي علاقة نقدر نحسب منها أر. دونك كي داير هاد المتتالية؟ شكون هما العلاقات نتاع الحسابية؟ أن تساوي العلاقة الأولى أي أن زائد واحد تساوي أي أن زائد أر، ياك؟ العلاقة الثانية أي أن تساوي أن ناقص بي في أر زائد أي بي، والعلاقة الثالثة نتاع المجموع كيساوي أن ناقص بي زائد واحد على جوج في أي زائد أي أن، صحيح، دوك هادو هما العلاقات. ألوغ هاد العلاقة واش عندي جوج حدود متابعين هنا؟ عندي 20 والصفر متابعين؟ لا يعني هذه ما خدامهاش. انا نستعملها ثاني. نستعملها هذه. هذه راه ما قدرتش نستعملها انا المجموع، واش عندي شي مجموع هنا؟ لا. ها هي يعني واحد العلاقه صافي. ما نتلفش ما نتلفش، راه عندي علاقه واحده صافي. ما نتلف ما راهش نتلف. دونك لدينا اي ان السؤال رقم واحد حسابيه. حسابيه يعني العلاقه اللي عندي هي اي ان يساوي ان ناقص بي ار زائد بي بي. ألوغ نشوف دابا شكون المجهول؟ آر نقلب على آر ياك؟ يعني نعطي نحاول نعطي الآن شي قيمة وبي شي قيمة اللي بغيت. دونك شوف بعدا اللي عندي شنو عندي؟ عندي 20 و وصفر، يعني آن نعطيها 20 وبي هي صفر، يعني إي إي 20 تساوي أنا غنعطيها 20، علاش؟ لأن عندي 20 والصفر هي بي تساوي آن هي 20 ناقص صفر بي هي صفر آر آر أرى غير تبين أن راه معروفة خصني نبينها زائد إي صفر مزيان اللي معروفين نعوضهم إي 20 شحال؟ 20 ناقص صفر هي 20 آر إي صفر شحال؟ 4 مزيان نرجع 4 منا لأن غادي نحل هذه المعادلة آر هو المجهول خصني نجيب 4 منا يعني 144 هذا 4 ترجع منا تولي ناقص 4 27 اه متفقين ياك 144 ناقص 4 هي 140 تساوي 20 في ياك يعني ار اش كتساوي 140 ناقص لا على 20 راه كلي على 20 على 20 دونك تساوي 140 على 20 هي 70 ياك هي 7 7 140 على 20 هي 7 الصفر يمشي مع الصفر 14 على 2 هي 7 دونك صافي واش لقيتها 7 راني لقيتها 7 مزيان صحيح نمشيو دابا احسب اي 10 نفس الشيء بغيت نحسب اي 10 واش هاد العلاقه خدامه؟ لا فوقاش تكون خدامه لو كان عندي اي 9 ما عندهاش اي 9 كيفاش؟ لو كان عندي اي 9 غادي نقول اي 10 كتساوي اي 9 زائد ان مفهوم؟ ولكن اي 9 ما عنديش يعني نستعمل هاد العلاقه صحيح؟ دونك نحسبو اي 10 دونك السؤال الثاني نحسبو اي 10 الوغ شنو غنديرو؟ تبقوا العلاقه ديريكتوم اي 10 تساوي 10 ناقص صفر تساوي 10 ناقص صفر في 7 هي ار زائد اي صفر واش نقدر نحسبها بدالة اي 20 ممكن ولكن انا اختار الصفر اللي ساهل وصحيح اي 10 شحال هي؟ 10 عليها كنقلب عفوا 10 ناقص صفر هي 10 في 7 اي صفر شحال هي؟ 4 4 تساوي 10 في 7 70 زائد 4 تساوي 74 صافي حسبت لي 10 ما علاش ما 9 الا 10 ما فهمتش عاوتاني كي احسب 10 قال لك احسب 10 انا قلت لو كان عندك اي 9 لو كان عندك اي 9 شوف لو كان عندك اي 9 وبغيتي تحسبي 10 سمي هذا لو كان عندك اي 9 لو كان عندي اي 5 وبغيت نحسب اي 6 تابعني استعمل هذا وحتى هذا نقدر نستعملها هذه راه خدامه دائما هذه باس بارتو هذه شوفوا هذه فوقاش كنستعملها واش نبين انها حسابيه وهذه باسبارت وانتم انتم عقلوا على هذه هذه تخدموا كل شيء هذه غير تبين واش حسابيه ولا لا هذه خدامه لكل شيء باسبارت الاول الزواج دائما هذه خدامه لا على حسب الاسئله مين كيقول لك احسب ان ولا احسب ان ولا احسب اي 10 ولا احسب اي 15 هذه دائما خدامه يعني فاحسب وهذه ملي يقول لك واش حسابيه ولا هندسيه هاي صحيح مفهوم ماشي ما تشوفش ما تقراش بهين وحسب لا حتى انا باين ولكن انا بحال اللي قال لك احسب
هذه كنحسبها المجموع، هذه ما عنديش مشكل فيها. الله نمشيو نحسبوا المجموع دابا. لاحظوا المجموع شنو هو؟ من اي صفر حتى لاي 10 3 اس من اي صفر زائد حتى نوصلوا لاي 10 تساوي اي صفر اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 10. شنو العلاقه؟ العلاقه هي هذه، ان هو اكبر حد والصفر هو اصغر حد، يعني 10 ناقص لو شكون هو؟ صفر زائد واحد على في اي 10 زائد اي 10 هذا تساوي 10 ناقص 0 هي 10 زائد 1 هي 11 على جوج في اي 0 شحال هي؟ 4 هاك اي 0 4 زائد اي 10 شحال هي؟ وسد 72 تساوي 11 على جوج 74 و 4 هي 78 78 دونك شحال تساوي؟ الوغ 39 في 11 دونك 390 423 وقيلا شوفوا شحال؟ 429 قسمتي على جوج؟ واه صافي دونك 429 دونك السؤال الأربعة شنو هي العلاقة؟ سؤال اخر العلاقه الثانيه صافي. شوف قلنا دائما هي اللي خدامه في كل العلاقه، هذه نبين وهذه كنحسب الجمع العلاقه رقم زوج هي اللي كنخدموا بها دائما. نور نمسح الفوق مازال ولا باش نكمل له الموقف سيدي بلاصه الله. غادي نخدمو دابا نجاوب على السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 واش كيقول؟ قالك حدد ان بحيث العلاقه اللي عندنا حنا اي ان حسابيه، يعني اي ان حسابيه يعني اي ان تساوي شنو العلاقه؟ ان ناقص بي ار زائد اي بي. دونك شكون هو المجهول دابا؟ هو ان، هو ان ياك. اذا نحاول نعطي بي واحد القيمه و ار راها معروفه ياك. نعم. دونك اي ان شحال هي اي ان؟ قالك 291 تساوي ان ناقص صفر، نعطيو بي صفر خصنا نعرفو بي في ار شحال هي؟ ار 7 اي صفر شحال؟ 4 معليش نخليها، يعني 291 تساوي ان ناقص صفر هي ان في 7 هي 7 ان اي صفر هي 4 ياك؟ نعم. الو نرجعو 4 لهنا دونك 291 ناقص 4 تساوي 7 ان، يعني 7 ان شنو كتساوي؟ 291 ناقص 4 هي 287 تساوي 7 ان، يعني ان تساوي 7 287 على 7. شوفوا شحال تعطيكم 287 على 7. الله 210 280 41 انتهى.